أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعة إخبارية نلقي خلالها الضوء على أهم القضايا العربية والملفات في كل الساحات. طبع القمة المصرية الأردنية الفلسطينية بين الرئيس السيسي ونظرائه الرئيس الفلسطيني والملك عبد الله الثاني بقصر التحدية محور الاهتمام من هذا اليوم تحديدا، وبالطبع نناقش في أبرز التحديات التي تواجه عملية السلام بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، وكذلك تثبيت الهدنة وكيفية تنسيق العمل العربي المشترك ما بين الأطراف المعنية. الملف الآخر بالطبع ينصب حول تونس ومستقبلها في هذه الفترة، حيث كان هناك تصريحات مهمة للرئيس التونسي أكد خلالها مواصلة الإجراءات الاستثنائية لإنقاذ الدولة، وحركة النهضة تقر بمسؤولياتها عن تدهور الأوضاع بالبلاد. أهلا بكم من جديد. عقدت اليوم قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بين الرئيس السيسي وملك الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بقصر الاتحادية بهدف تنسيق الرؤى والمواقف العربية إزاء عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المناقشات حول القمة عكست مدى التقارب الكبير في وجهات النظر بين الدول الثلاث حيال مجمل القضايا، كما أكدت على المواقف الثابتة لمصر والأردن من دعم دولة فلسطين والرئيس محمود عباس إزاء أي تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابت القضية الفلسطينية. وقد توجه الزعيمان الفلسطيني والأردني بالشكر للرئيس السيسي على المبادرة بعقد هذه القمة الهامة، مع الإشادة في هذا الخصوص بالجهود المصرية المخلصة والحثيثة تجاه القضية الفلسطينية. وقبيل القمة عقد الرئيس السيسي مباحثات ثنائية مع ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، حيث أشاد سيادته بمستوى العلاقات بين البلدين معربا عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين، مثمنا جهود المملكة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في المملكة. من جانبه أشاد الملك عبد الله الثاني بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذا مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة. كما أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين لمساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية عقدها الرئيس السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.
ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ يسر عبيده، الكاتب الصحفي المتخصص في الشان العربي. استاذ يسر، برحب بحضرتك. استاذ يسري. الو. استاذ يسري، برحب بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. استاذ يسري، بالطبع تنسيق المواقف العربيه وبالطبع التواصل ما بين الدول الثلاث بالطبع باعتبارهم معنيين بالقضيه الفلسطينيه يعني يصب في الحقيقه في دفع عمليه السلام قدما. كيف تنظر لعقد القمه الثلاثيه بين مصر والاردن وفلسطين؟ بالتاكيد عقد هذه القمه على هذا المستوى في هذا التوقيت بالتاكيد له مؤشر، وهو ان هناك بعض الاجراءات وبعض الاتصالات التي تجرى بين الاطراف المحليه خاصه الدول الثلاث مع الاداره الامريكيه لمحاوله حلحله على عقيد المفاوضات بين وبين اسرائيل، وبالتالي العوده مجددا لهذه المفاوضات التي للاسف شديد مجمده منذ مده طويله منذ ولايه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي. وبالتالي اعتقد ان الدعوه لعقد هذه القمه في القاهره في هذا التوقيت ربما تكون ناتجه عن بعض المشاورات وبعض الاتصالات التي تم اجراؤها خلال الفتره الماضيه نظرا لوجود اداره امريكيه جديده، اداره رئيس بايدن، ووجود حكومه اسرائيليه جديده برئاسه نفتالي بنت ويائير لبيد. وبالتالي خاصة أن هناك كانت زيارة أخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي إلى واشنطن، وقبلها كان العاهل الأردني موجود في العاصمة الأمريكية. وبالتالي أعتقد أن كل هذه التحركات وكل هذه الاتصالات ربما تثمر عن شيء جديد خلال الفترة المقبلة، وهدعى إلى عقد هذه القمة على هذا المستوى من التنسيل بين الرؤساء الثلاثة في القاهرة اليوم. نعم. طيب ايضا استاذ يسري، نتحدث عن ملفات تم طرحها اليوم، وبالطبع الابعاد سياسيه كثيره حول هذا اللقاء ربما يعني نتطلع لها بشيء من الاهتمام. هل نستطيع ان نقول ان هذا الاجتماع سوف يحرك او يحرك الماء الراكد في ملف العلاقات الفلسطينيه الاسرائيليه وتحسين او الوصول لعمليه السلام بشكل او باخر، حتى تحريك حاله المواقف لعمليه السلام الجامده منذ فتره طويله؟ حتى هذه اللحظة لم تصدر أي مواقف جديدة عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بخصوص هذه المسألة، ولكن كان هناك اجتماع خلال الأيام الماضية بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانت وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، وهذا اجتماع كان له دلالة كبيرة للغاية، وجرى هذا الاجتماع بعيدا عن الإعلام، مما يؤشر الى ان هناك بعض الاتصالات وبعض المشاورات وبعض التحركات التي تجرى بين الاطراف المعنيه في هذا الملف بالذات، وربما تكون هذه القمه تاتي لبلوره موقف عربي واحد بالنسبه لدولتي الاردن ومصر، هما اكبر دولتان داعمتان للقضيه الفلسطينيه بالاضافه الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، وبالتالي هناك ربما تشاور معين بخصوص بعض المسائل المعينه لاتخاذ موقف موحد في مساله احياء عمليه السلام مره اخرى وعوده المفاوضات مره اخرى، وربما الجانب الاسرائيلي عرض بعض نتائج الاتصالات التي اجراها رئيس الوزراء الاسرائيلي في واشنطن الايام الماضيه، ربما يكون هناك جديد في هذه المساله لأن هذه القمة لم يعلن عنها مسبقا، لا تم الإعلان منذ يوم أو يومين فقط، وبالتالي ربما جد جديد في هذه المسألة دعا إلى عقد القمة والتقاء الرؤساء الثلاث في هذا التوقيت بالذات. أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ربما تكون مختلفة عن حكومة بنيامين نتنياهو، هناك بعض الانفتاح وبعض المؤشرات التي تقول بأن هذه الحكومة ربما لديها استعداد لمناقشة بعض الأمور وبعض المسائل الخاصة بعملية الاتصال وعملية إحياء المفاوضات مرة أخرى، لكن أنا في اعتقادي أن المشكلة ليست في الجانب الإسرائيلي الآن، ولكن المشكلة هي في الجانب الفلسطيني. انقسام واضح موجود على الساحة الفلسطينية، هناك قطاع غزة تسيطر عليه حركة حماس، وهناك حكومة فلسطينية موجودة في رام الله، ومصر والأردن خاصة مصر أجرت الكثير من اللقاءات والمشاورات لمحاولة إنهاء الانقسام الفلسطيني، و
ولكن للأسف الشديد هناك بعض الأطراف الخارجية التي تعرقل هذه المسألة و تحرض بعض الجهات في حركتي فتح وحماس على عدم التوصل إلى اتفاق يوني الانفصام ويمهد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. كل هذه تفضي إلى حكومة فلسطينية واحدة، بالتالي تكون حجة إسرائيل في عدم إجراء المفاوضات بأنه لا توجد حكومة واحدة تستطيع أن تتعامل معها، هذه الحجة تكون قد انتهت. ولكن للأسف الشديد هذه المسألة ما زالت للأسف المربع رقم واحد ولم تتحرك، الانقسام ما زال موجودا. كل هذا بالتأكيد سيؤثر على عملية السلام، لأن عملية السلام لن تستطيع أن تتفاوض وهناك حكومة تحكم غزة وحكومة تحكم رام الله. وبالتالي على الجانب الفلسطيني أولا أن ينهي الانقسام وأن يعمل على تشكيل حكومة واحدة تتحدث باسم جميع الفلسطينيين. نعم، أرجو أن تبقى معي قليلا أستاذ يسري. أتحول للأستاذ أشرف بلهول الكاتب الصحفي مدير تحرير الهرم. أستاذ أشرف رحب بحضرتك. أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ أشرف، كيف تنظر لهذه القمة الثلاثية في وقت بالغ الدقة؟ يعني نحتاج وبشدة لمثل هذه اللقاءات العربية لتنسيق المواقف والتأكيد على دعم القضية الفلسطينية دائما وأبدا. يعني بالتأكيد هذه القمة فرصة لإعادة إحياء يعني القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية تعرضت إلى التهميش وإلى التراجع كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية. نحن نعلم أن إدارة ترامب كانت منحازة تماما لإسرائيل، أعطت لإسرائيل كما لم تعطيها أي إدارة أخرى، ولكن عندما جاء بايدن للسلطة، بايدن أعلن أنه يؤيد حل الدولتين، بايدن عندما اتصل بالرئيس السيسي أكثر من مرة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة يعني تحدث معه في مسألة تحريك هذا الملف، علاوة على الاتصالات التي أجرتها مصر مع الأمم المتحدة، مع الاتحاد الأوروبي، مع فرنسا، مع روسيا، مع الصين. وبالتالي أصبح هناك ربما مناخ شبه يعني مؤهل لاستئناف العمل من أجل التسوية، من أجل تفعيل عملية السلام والمفاوضات. مصر تستغل هذه الفرصة الآن، ونحن في بداية شهر سبتمبر هذا الشهر الذي سيشهد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتجري هذه القمة التنسيقية مع الأردن الشريك الآخر الأكثر اقترابا مثل مصر بالقضية الفلسطينية والأكثر تأثرا بها، لكي يكون هناك موقف موحد، لكي يكون هناك تنسيق، حتى إذا ما ذهب الرئيس أبو مازن إلى نيويورك يعني يكون وراءه فريق عربي يتعامل معه ويتعامل مع الأطراف الأخرى من أجل تحريك هذا الملف. أيضا في الفترة القليلة الماضية بدأنا نرى حراك، هذا الحراك شهد يعني زيارة بني جانس وزير الدفاع الإسرائيلي إلى رام الله ولقاءه بالرئيس أبو مازن، وإعلان إسرائيل نيتها يعني تخفيف الحصار على الضفة الغربية. أيضا هناك زيارة السيد عباس كامل لكل من إسرائيل والضفة الغربية، هناك زيارة بيرنز للمنطقة، أشياء كثيرة تمت وتحركات كثيرة تتم. وبالتالي فعندما تعقد هذه القمة أعتقد أنها تعقد على أسس ثابتة لتحريك هذا الملف الذي كما قلت تعرض للتهميش والإضعاف، كما يعني تعرضت السلطة للحصار على مدى السنوات القليلة الماضية، وخاصة في فترة يعني رئاسة ترامب للولايات المتحدة. طيب أستاذ أشرف، برضو يعني كان هناك لقاء في وقت قريب ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن سبق هذا اللقاء أيضا تصريحات من اليمين المتطرف بأن لن يكون هناك مفاوضات مع الجانب الفلسطيني في هذه الفترة، لن نقبل إطلاقا الضغوط الأمريكية علينا للجلوس على مائدة المفاوضات مع الفلسطينيين أو الحديث عن حل الدولتين أو الحديث عن الوصول لقضية حل شامل للقضية الفلسطينية ما بينها وبين الجانب الإسرائيلي. كيف ننظر للتصريحات التي سبقت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي كانت للولايات المتحدة الأمريكية؟ إذا كانت الإدارة الأمريكية قوية فلا يجب أن نلتفت لأي تصريحات لليمين الإسرائيلي،
دعني أذكرك أنه يعني قبل مبادرة السلام المصرية وقبل زيارة الرئيس السادات للقدس، كان اليمين الإسرائيلي يقول أنه لن يتخلى عن سيناء مطلقا، وهذا الأمر فعله اليمين الإسرائيلي قبل قرار شارون بالانسحاب من غزة، وهذا الأمر فعله اليمين الإسرائيلي قبل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وبالتالي فاليمين الإسرائيلي دائما مواقفه متشددة، لكن إذا كانت هناك إدارات أمريكية قوية تستطيع أن تحرك الأوضاع فستتحرك الأوضاع. ودعني أذكرك أنه مصر عندما وقعت اتفاق السلام مع إسرائيل، عندما انتزعت منها سيناء، كان يحكم إسرائيل أشد الأحزاب اليمينية، حزب حيروت، الحزب الأم لحزب الليكود، كان هناك على رأس السلطة في إسرائيل مناحم بيجن وشامير، وبالتالي لا يجب أن نكترث كثيرا لليمين الإسرائيلي إذا كانت هناك رغبة حقيقية من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. ويعني حتى لو نظرنا إلى شخصية بنت نفسه الذي كان يعد رمز من رموز اليمين الإسرائيلي منذ أسابيع قليلة، الآن بنت يوافق على تسهيلات لغزة ويوافق على تسهيلات للضفة وأشياء كثيرة، وبالتالي يعني إذا كان هناك رغبة حقيقية ومساندة حقيقية من الولايات المتحدة لوجود السلام أو التسوية، فلن يكون هناك وجود لليمين الإسرائيلي. نعم. طيب أرجو أن تبقى معي قليلا أستاذ أشرف، هتحول لأستاذ يسرى عبيد من جديد. أستاذ يسرى، يعني أيضا ربما تتقارب وجهات النظر ما بينك وما بين الأستاذ أشرف، نحن جميعا يعني نعتقد في نفس الحديث الذي تدور في ذلك. هل نستطيع أن نقول بتوحيد الملف العربي أو توحيد القضية العربية باعتبار أن فلسطين هي القضية العربية جميعا أن تكون ورقة ضغط على إسرائيل الجلوس على مائدة المفاوضات؟ بالتأكيد لو الجانب العربي أو الحكومات العربية عملت على أن تكون القضية الفلسطينية هي قضية أولوية بالنسبة للعمل العربي خلال الفترة المقبلة، بالتأكيد العرب لديهم أدوات ضغط كبيرة ولديهم أدوات ضغط قوية أن تؤثر في الإدارة الأمريكية وتؤثر في المجتمع الدولي لطرح القضية الفلسطينية مرة أخرى وإعادتها مرة أخرى إلى الواجهة، بعيدا عن بعض القضايا الأخرى التي ربما أخذت الضوء وربما أخذت الكثير خلال الفترة الماضية، سواء الملف النووي الإيراني، الأوضاع في سوريا، الأوضاع في ليبيا، الأوضاع في اليمن، الأوضاع الآن الموجودة في أفغانستان، رغم أنها بعيدة عنا كشرق أوسط وكمجتمع عربي، ولكن هي للأسف هي تخطف الاهتمام الدولي وتخطف الأضواء. رأينا الدول الخليجية الآن مهتمة بعملية أو الذي يجري في أفغانستان، عملية الإجلاء الأمريكية التي تتم من كابل كلها تصب وكلها تصب في الدول الخليجية، وبالتالي هناك اهتمام كبير من هذه الدول حاليا بالتنسيق مع الجانب الأمريكي. وبالتالي علينا أولا الحكومات العربية عليها أن تضع القضية الفلسطينية أولوية خلال الفترة المقبلة لكي تحاول فرض ضغوط معينة على الجانب الأمريكي لإعادة إحياء مفاوضات السلام مرة أخرى. وبالتالي أعتقد أن هذه القمة ربما تكون مقدمة لتحرك عربي أوسع خلال الفترة المقبلة، وآمل أن تكون الحكومات العربية لديها نفس الاهتمام بهذه القضية بالنسبة لقضايا أخرى. أعتقد أن مصر والأردن لديهما الكثير لتقديمه خلال الفترة المقبلة، هم يبذلان الكثير من الجهود لحلحلة هذه القضية، ولكن كما قلت هناك بعض الأطراف الأخرى التي تحاول إفشال هذه التحركات عن طريق إفشال عملية المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس. مصر بذلت جهود كبيرة، كان هناك اجتماع في القاهرة بعد العدوان على غزة بين الحركتين حركة فتح وحماس لإنهاء عملية الانقسام والترتيب لمرحلة مقبلة من المصالحة الفلسطينية، ولكن للأسف الشديد تم إفشال هذا الأمر في اللحظات الأخيرة وتم إلغاء هذا الاجتماع. كلها
اعتقد ان كل هذه الامور اعتقد ان القاهره وعمان نعم. تحاولان نعم. بكل السبل ان تنهي هذه الخلافات الفلسطينيه. وربما الاجتماع مع الرئيس عباس اليوم ربما يؤشر لتحركات ربما تكون مقبله خلال الفتره المقبله. الجانب الاسرائيلي اعتقد انه هناك علاقات جيده بين الجانب الاسرائيلي وبين اداره الرئيس بايدن، لان بنيامين نتنياهو ذهب وترامب ذهب، وبالتالي الحكومه الاسرائيليه والاداره الامريكيه الجديده ربما يكون لديهما بعض العوامل او بعض الرغبات المشتركه لاعطاء ملف الفلسطيني بعض الاهتمام، وان تكون هناك محادثات مقبله بين الجانب الاسرائيلي وبين الجانب الفلسطيني تحت رعايه مصريه اردنيه ربما يحدث خلال الايام المقبله. سنرى ماذا ستحمله الساعات والاسابيع المقبله. نعم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ يسري عبيد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن العربي. أخيرا أسمع تعليق من الكاتب الصحفي أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، يعني نستطيع أن نقول أن هذه القمة ربما تحدث جديد وتحلحل المواقف العربية مع الجانب الإسرائيلي؟ يعني بالتأكيد نحن نأمل ذلك، ولكن أنا أستطيع أن أقول أن الدول العربية يعني أولويتها الأولى هي القضية الفلسطينية. طبعا يعني سواء انشغلنا بالانسحاب الأمريكي من أفغانستان أو غيره، لكن أولويتنا الأولى هي القضية الفلسطينية، ما عدا طبعا الدول العربية التي تعرضت للتدمير والتفتيت وأخرجت من المعادلة مثل سوريا والعراق. لكن العنصر الرئيسي الآن هو أن الإدارة الأمريكية يمكنها أن تضغط على إسرائيل بالملف الإيراني. إسرائيل تريد أن تتخلص من التهديد الإيراني. في المقابل تستطيع الإدارة الأمريكية أن تطلب من إسرائيل تقديم تنازلات في الملف الفلسطيني، لأنه جزء كبير من تغلغل إيران في المنطقة كانت تستغل القضية الفلسطينية، كانت تدعي أنه المقدسات الإسلامية محتلة، أنه الشعب الفلسطيني موجود تحت الاحتلال. فإذا ما استطاعت الإدارة الأمريكية أن تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وهي الآن في حدها الأدنى دولة على حدود 4 مليون و67 وعاصمتها القدس، لو استطاعت الإدارة الأمريكية تأمين هذه المطالب الفلسطينية بالضغط على إسرائيل في مقابل أن تحمي إسرائيل من إيران أو تساعد في إخراج إيران من منظومة التهديد لإسرائيل، فيمكن أن تتغير الأمور كثيرا. الدول العربية التي أقامت علاقات مع إسرائيل مثل الإمارات والمغرب يمكن أيضا أن تقوم بدور في الضغط على إسرائيل، لأنه إسرائيل دائما كانت تدعي أنها تريد السلام وتريد الأمن وأنها تخشى من التهديدات. الآن يعني لن يكون أمامها تهديدات إذا ما أرادت للفلسطينيين حقوقهم. إذن فتوحيد الجهود العربية من خلال القيادة المصرية الأردنية ومن خلال يعني التماهي مع المطالب الفلسطينية أمر مطلوب وضروري. وأعتقد أيضا أن المملكة العربية السعودية أيضا يعني متوافقة تماما مع الموقف المصري والأردني والفلسطيني، وبالتالي يمكن أن يحدث تحريك حقيقي للملف الفلسطيني إذا ما ألقت الإدارة الأمريكية بثقلها كلف، وخاصة أنه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والصين أيضا تريد حسم هذا الملف وتريد تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة على حدود 4 مليون و67 وعاصمتها القدس الشرقية. نعم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أشرف أبو الهول الكاتب الصحفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك. الملف التونسي، حيث اعترفت حركة النهضة التونسية بتحملها مسؤولية ما آلت إليه ظروف البلاد بجانب ما أسهمت إليه الأطراف الذين حكموا معها حسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد، فيما اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسميها بعد بمحاولة جلب مرتزقة من خارج البلاد، مؤكدا أنهم يهدفون لإرباكه حتى يتراجع عن مسار الإصلاح. في تطور جديد للأحداث، اعترفت حركة النهضة التونسية بتحملها مسؤولية ما آلت إليه ظروف البلاد،
وأكدت الحركة أنها تتفهم غضب الشارع التونسي ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة. يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد العمل بالإجراءات المعلنة في 25 من يوليو الماضي، والتي شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة لإنقاذ البلاد. وقال الرئيس التونسي إنه سوف يكشف قريبا الكثير من الموضوعات التي تشكل خطرا داهما على بلاده. لم ألجأ إلى هذا الفصل 80 وكنت يمكن أن ألجأ إليه في ظروف أخرى، ولكن راهنت على صدق عدد من الأشخاص، للأسف كان الرهان رهانا خاسرا، لأن الهدف ليس الدولة وليس المرافق، ولكن الهدف هو البحث عن السلطة وعن امتيازات السلطة. ويرى مراقبون أن تمديد الإجراءات الاستثنائية يأتي من أجل مواصلة الإصلاح على كافة الأصعدة وللوصول إلى نتائج إيجابية في تحقيقات ملفات الفساد المالي والإداري والسياسي. في غضون ذلك أشادت منظمة الصحة العالمية بقيام تونس بتطعيم 1,600,000 مواطن بلقاحات فيروس كورونا خلال 3 أيام فقط، معتبرة ذلك نتيجة استثنائية ودليلا على التزام مختلف الجهات لمجابهة الأزمة الصحية بفاعلية. ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس السيد سفيان رجب المحلل السياسي التونسي. سيد سفيان برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. سيد سفيان، يعني بالطبع هناك يعني اتهامات من الرئيس التونسي لحركة النهضة بأنها من أفشلت البلاد وأدخلتها في نفق مسدود، وبالطبع يمكن كان مفاجأة للجميع أن هناك اعتراف من حركة النهضة عن مسؤوليتها خلال الفترة الماضية عن سوء الأحوال في البلاد. كيف نقيم مجمل الأحداث في تونس؟ بالضبط، يعني يبدو أن الأمور بدأت الآن تسير نحو يعني لي ذراع يعني بين الرئيس وحركة النهضة، مما أدى لحركة النهضة إلى الذهاب يعني إلى الاعتراف بأنها بالفعل كانت متسببة في جزء ما، لم تتبنى جميع الفشل بل أكدت أنها تتحمل باعتبارها كانت تحكم مع بعض الأطراف الأخرى جزء من الفشل، وهذا في حد ذاته يعني مؤشر إيجابي بعد اعتراف حركة النهضة بفشلها في 10 سنوات الحكم. لكن يعني الحكم 10 سنوات هو محسوب على النهضة. النهضة حكمت بصفة مباشرة وبصفة غير مباشرة، يعني هي من تتحمل المسؤولية كاملة حتى مع الرؤساء السابقين، حتى مع رؤساء الجمهورية السابقين. رئيس قيس سعيد ذهب مباشرة إلى موطن الداء واتهم حركة النهضة بأنها حركة يعني أفشلت نظام الحكم وبأنها أدخلت البلاد في دوامة من الفشل السياسي، الفشل الاقتصادي، الفشل الاجتماعي. هذا وضوح لا بعده وضوح، وعلى حركة النهضة أن تتحمل مسؤوليتها، وهو ما جعل حركة النهضة بالفعل يعني تبادر إلى تحمل المسؤولية، لكن أهربت نوعا ما بأنها يعني ضمت معها عديد الأطراف الأخرى، ضمت معها أحزاب سياسية أخرى. لكن من المؤكد ونحن نعرف جيدا أن لم يحكم حركة النهضة أي كان في 10 سنوات الأخيرة، النهضة هي التي حكمت بيد وبكل ما لديها من إمكانيات، بالرغم من أنها ليست لديها الخبرة، بالرغم من أنها عينت يعني عدد من قياداتها وأثبتوا فشلهم وفشل كلي في الحكم وفي قيادة البلاد. وما وصلت إليه تونس اليوم من وضع اقتصادي متردي ومن وضع سياسي متردي ومن وضع أمني خاصة متردي هو نتيجة سياسات حركة النهضة الفاشلة. طيب سيد سفيان، أيضا يعني الرئيس سعيد يمكن اتهم بالتحديد أطراف خارجية بمحاولة جلب مرتزقة من خارج البلاد، يعني هذا تصريح غاية في الخطورة، أن هناك من يريد إفشال الدولة وإفشال إصلاحات الرئيس، وبالطبع هذا من الخطورة بما كان يحدث في تونس في ظل طبعا مشكلة اقتصادية كبيرة في هذه الفترة. بس لماذا لم تتحرك بعض الأطراف إلا الآن؟
ولماذا هذا الإشكال بين تونس وليبيا؟ إشكال سياسي، إشكال يعني دبلوماسي. الحمد لله ترانا ما تم تطويقه من الجانبين، لكن هناك من حاول يعني تحريك الجزائر من جهة وليبيا من جهة لفرض خناق شديد على تونس. نحن نعرف جيدا أن تونس تتنفس يعني غربا من الجزائر وتتنفس جنوبا من ليبيا. بعض الأطراف التي لها ارتباطات يعني حاولت تحريك بعض خاصة الجانب الليبي، ونحن نعرف جيدا أن حركة النهضة لديها في ليبيا يعني أطراف ولديها أذرع في ليبيا، ونحن نعرف جيدا وهناك يعني واضح أن هناك معلومات استخباراتية أكدت أن هناك تحركات في الجنوب التونسي، تحركات في الشمال الليبي من أجل دخول عناصر إرهابية إلى تونس، ومن أجل إفشال يعني المخطط السياسي والمخطط الإصلاحي الموجود حاليا. هذا واضح وأشار له رئيس الجمهورية بشكل واضح، ومن المؤكد أن الشعب التونسي سيتصدى إلى كل محاولات لضرب العمق التونسي من الداخل وخاصة من الخارج. نعم. طيب سيد سفيان، سؤال الأخير لحضرتك، يعني وجهة نظرك ما المستقبل الذي يحمله الرئيس قيس سعيد في جعبته، وهل هناك مزيد من الإجراءات الاستثنائية؟ وقال أيضا في متن حديثه بالأمس خلال لقاء بوزير الصحة أنه لا يريد استخدام الفصل 80 حتى الآن من الدستور التونسي. بوجهة نظرك هل سيكون هناك تصعيد في الإجراءات من قبل الرئيس التونسي؟ من المؤكد أن تكون هناك تصعيد، يعني من المؤكد أن هناك لا تصعيد، هناك أن الوضع الاستثنائي الذي وضع الرئيس قيس سعيد نفسه فيه ويحمي نفسه، يعني نحن الآن في وضع استثنائي من الممكن اتخاذ جميع الإجراءات الاستثنائية سواء طبق الدستور وحتى خارج الدستور، باعتبار أن الوضع الاستثنائي منصوص عليه في الدستور نفسه، لكن المرور إلى الإصلاحات أصبح أمر مستعجل. نحن نؤيد الرئيس قيس سعيد في قراراته في إجراءاته، لكن نطالبه كذلك بالإسراع في اتخاذ الإجراءات مهما كانت خطورتها ومهما كان مداها ومهما كانت تأثيراتها. يعني الوضع الآن في تونس يتطلب يعني الذهاب إلى الأمام وعدم الرجوع إلى ما قبل 25 سنة. يعني على الرئيس قيس سعيد أن يمر، وكما قال هو جميع الشعب وراه، الشعب يريد إصلاحات، الشعب الآن يريد حكومة، ثم المرور إلى الإصلاحات الاقتصادية، لأن الوضع الاقتصادي أصبح وضع صعب وخانق للغاية، لا يستطيع تونس ولا يستطيع شعبها تحمل التواصل أو التأخير. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعة من تونس، السيد سفيان رجب المحلل السياسي، محدثنا عن مجمل الأوضاع في تونس، شكرا جزيلا لك. بالطبع كان هذه الملفات الأبرز حتى هذه اللحظة، بالطبع الملف الأول والملف الهام وهو زيارة الرئيس الفلسطيني وزيارة الملك عبد الله الثاني للقاء الرئيس السيسي وتنسيق المواقف العربية حيال القضايا الفلسطينية، والملف الآخر بالطبع مجريات وتطورات الأحداث في تونس. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.